السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. الا كنتو كتسالوا في مدينه اصيله وكنتو كتقلبوا على شي سوفينير ديو معكم، شي تذكار يفكركم بالايام الزوينه اللي دوزتوها هنايا في المدينه، فانا جبتكم لاحسن بلاصه ممكن تلقاو فيها اجمل سوفينير ديو معكم. جبتكم معايا لاتوليي ديال الفنان والخطاط والمبدع السي عبد الرحيم احيزون، وما يمكنش تدخلوا لهنا وتخرجوا بيديكم خاويين، لان غادي تلقاو هنا ديكورات غزاله وطابلوات ما شاء الله، طابلوات رائعه بزاف. وتخيلوا ان جميع اللوحات والديكورات اللي كاينين في هذا لاتوليي فهما من صنع يديه، من اتل زيد، يعني من الخشب اللي كيكونوا مجرد خشب حتى كيوليو ابداع رائع، فنان بمعنى الكلمه. ولا لاحظتوا مزيان غادي تلقاو بان الحرف العربي متواجد في جميع اللوحات ديالو تقريبا وفي جميع الديكورات اللي كيصايبهم، لانه مناصر اللغه العربيه وفي جميع المناسبات الثقافيه والفنيه كيحاول يعرف بالخط العربي. وحتى السياح ملي كيجيو عنده هنا ضروري كيديو من عندهم تذكار الاسم ديالهم مكتوب بالخط العربي. وبالنسبه للناس اللي ساكنين في مدينه اصيله وبغاو يتعلموا يكتبوا بالخط العربي الاصيل، وعلاش لا حتى هما يديروا لوحات خاصه بهم، يدخلوا عنده الجمعيه ينخرطوا معاه، لانه هو رئيس جمعيه الفن والابداع اللي كاينه في مدينه اصيله، ومشي غير هكاك، هو الامين العام للمهرجان الدولي للحرف العربي اللي كيدار في مدينه اصيله، وهذا هو الرقم ديالو الا بغيتوا تتواصلوا معاه وتعرفوا معلومات اكثر. نخليكم دابا تكملوا الجوله ديالكم، وبالنسبه للناس اللي باقي ما جاتهم الفرصه انهم يجيو لمدينه اصيله، فانا درت لكم فيديو كامل عليها ساريتكم فيها مزيان مزيان، غادي نخلي لكم في الاخر ديال هذا الفيديو هذا، او ندخلوا عندي القناه غادي تلقاوه تما، وغادي تلقاو مناطق اخرى تكتشفوها معنا. وما تنساوناش بواحد جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديوهات مع الاحباب ديالكم والمعارف ديالكم باش حتى هما يكتشفوا معنا مناطق جديده. في انتظار نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وبسلام عليكم.